المطلوب منكم يا أبنائي أن يختار كل طالب اسماً من أسماء الله الحسنى ويكتب عنه موضوع تعبير. فمثلاً اسم الرحمن هو اسم مقصور على الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين. ماذا أفعل؟ إذا وجدت الاسم الذي قمت باختياره يتشابه مع الاسم الذي اختاره أحد زملائي. عدد أسماء الله الحسنى 99 اسماً، وعدد طلاب الفصل أقل بكثير، فأمامكم فرصة كبيرة حتى يكون هناك تنوع في الاختيارات. لا أعرف ماذا أفعل في موضوع التعبير. لماذا يا سامي؟ فالأستاذ صالح شرح المطلوب ببساطة. لم أفهم ماذا يقصد. أنا فهمت ماذا يقصد وسأشرحه لك. وما هو المقصود يا فواز؟ الأستاذ صالح يريد منا أن نتفكر في عظمة الله، وذلك عن طريق كتابة هذا الموضوع. وكيف أفعل ذلك؟ تفعل ذلك عن طريق اختيار اسم يحمل صفة عظيمة من صفات الله. فمثلاً أنا سأختار اسم العليم، وكيف أن الله جل وعلا يعلم كل ما حدث وما سيحدث، فهو الذي يعلم تفاصيل الأمور ودقائق الأشياء وخفايا الضمائر والنفوس، فعلمه سبحانه يحيط بجميع الأشياء. هذا يجعلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، كما يجعلنا نراقب الله في كل تصرفاتنا، وأيضاً ندرك أننا مهما وصلنا إلى أعلى درجات العلم فلا نغتر بهذا العلم، لأن الله عز وجل أعلى وأعلم. أحسنت يا فواز. أستاذ صالح؟ نعم. في الحقيقة أنا أنت تمتلك صديقا رائعا اسمه فواز. شكرا يا أستاذ صالح. فواز استطاع أن يبسط لك الأمر يا سامي، وشرح لك المطلوب في موضوع التعبير بسلاسة وصدق، فهو نعم الصديق. أنا لم أقم سوى بواجبي تجاه صديقي، فللصديق حقوق على صديقه. أشكرك يا فواز، لقد فهمت المطلوب جيدا، وسوف أكتب موضوع تعبير عن اسم الله تعالى الكريم، وأذكر كيف كنت كريما معي في إفهامي المطلوب. أحسنتم يا أولاد، وبالتوفيق إن شاء الله.